للمزيد حول فاجعة حادثة مصرع وإصابة 20 تلميذا من مدرسة زينب في قرية الهارثة بمحافظة البصرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. حياكم الله أستاذ أحمد. حياك الله. مرحبا. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني بالنسبة لهذه الفاجعة مصرع وإصابة 20 تلميذا، هل من معلومات أكثر عن آخر التطورات حول الحادثة وتداعياتها أيضا؟ نعم، تداعيات هذا الحادث الأليم الذي نعزي به أسر الأطفال الذين قضوا في هذا الحادث الأليم الذي فجع مدينة البصرة خاصة والعراق عامة. التداعيات ما زالت مستمرة اليوم الثاني على التوالي. هنالك تحقيقات على أعلى المستويات الحكومية. أيضا محافظ البصرة قام بزيارة بعض ذوي الضحايا وحاول أن يعني يقلل من الاحتقان ومن موجة الغضب الشعبي الذي تجتاح مدينة البصرة منذ يوم أمس. هنالك يعني هنالك رأي عام رافض لما جرى يوم أمس في مدينة البصرة، وكل الآراء تؤكد أن المقصرين في هذا الحادث ليس فقط السائق الذي تسبب في هذه الكارثة، وليس فقط دائرة المرور التي لم تكلف نفسها بوضع دورية لشرطة المرور تحاول تنظيم حركة سير المركبات على ذلك الطريق الخطر الذي أقيمت على جانب طريقه مدرسة ابتدائية. يعني كل الآراء تؤكد أن المقصر الأول والأخير في هذه الحادثة هي حكومة البصرة المحلية ومن خلفها الحكومة المركزية التي يعني سمحت ببناء مدارس على جوانب طرق للحركة السريعة وللسيارات السريعة. أيضا هنالك أصابع الاتهام والتقصير وجهت إلى وزارة التربية التي لم تكلف نفسها أن تقوم ببناء مجسر يخدم الطلاب ويسمح لهم بالعبور من ضفة المدرسة إلى الضفة الأخرى والعودة لمنازلهم. إذن المقصرين ليس فقط سائق المركبة، التقصير يبدأ من أعلى هرم السلطة إلى أصغر موظف في أو طيب هذا بالنسبة في ناحية الحافة. نعم أستاذ أحمد، هذا بالنسبة للتقصير، ولكن ماذا عن المسؤولية والمحاسبة؟ يعني ذكرت أن محافظ البصرة زار الأهالي وحاول احتواء الاحتقان، ما هي الوعود التي أطلقها؟ يعني للأسف نحن في العراق اعتدنا على أن المسؤول يضع نفسه فوق المحاكم، الشعور بالذنب. لم نجد مسؤولا واحدا منذ يوم أمس قد خرج إلى الإعلام أو خرج أمام ذوي الضحايا واعترف بالتقصير أو أعلن استقالته من منصبه. لحد الآن محافظ البصرة وبالإضافة إلى دائرة المرور وبالإضافة إلى وزارة التربية، كل جهة تحاول أن ترمي بالتقصير على في ساحة الجهة الأخرى. حتى هذه اللحظة الكل يحاول أن يظهر الموضوع بأنه حادث مروري تسبب به رعونة سائق المركبة الحمل الذي فقد السيطرة على مركبته بسبب حادث بسيط قبل ثواني من حصول الكارثة. هو حادث يعني هو حادث ولربما يعني يقع بالنهاية كلها أقدار الله، ولكن هنا يوجد مدرسة ومن الطبيعي أن يكون أمام المدرسة
إذا كان هناك شارع مجسر وجسر للعبور وأيضا أسوار لحماية المشاة والطلاب. السؤال الذي يطرح هنا، لماذا يعني لماذا التقصير من المحافظة ومن المحافظ بالذات أسعد العيداني ببناء مثل هذه الجسور رغم أنه يعني بقي في منصبه منذ عام 2017؟ بالضبط، يعني الكل يعلم أن يعني مدينة البصرة هي العاصمة الاقتصادية للعراق، هي منبع الثروات، وهي يعني موطن النفط العراقي الذي يشكل العمود الأول في الاقتصاد العراقي اليوم. يعني هذا المحافظ لم يكلف نفسه أن يقوم ببناء مجسر يخدم أهالي المنطقة، رغم أن هنالك مناشدات عديدة قد صدرت من ذوي الطلاب ومن سكان تلك المنطقة، وهنالك مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أهالي المنطقة لم يقصروا بالمطالبة ولم يقصروا بالنداء من ضرورة وضع مجسر يخدم الطلاب، لأن يعني حذروا من كارثة، وبالفعل يعني وقعت الكارثة. الكارثة الأخرى هو أنه من سمح الذي أقام مشروع المدرسة أن يبني مدرسة على جانب طريق سريع يربط البصرة بالمحافظات الأخرى، وبالتالي فإن حركة الطلاب تكون يعني خطرة بطبيعة الحال. بالإضافة إلى ذلك، يعني نحن في العراق نعاني من فوضى المرور، يعني ليس لدينا قانون مرور يسيطر على حركة المركبات وعلى سرعة المركبات، وليس لدينا سائقين يعرفون قواعد المرور وقواعد السير في تلك الطرقات. يعني هنالك فوضى كبيرة يعني تسببت في هذه الكارثة الأليمة. نعم، برأيك وبما أن يعني الجميع يعلم أن أسعد العيداني محافظ البصرة هو مدعوم بالنهاية من الميليشيات، هل تتوقع أن حكومة الإطار المدعومة أيضا بطبيعة الحال من الميليشيات أن تقدم على محاسبة المحافظ إذا ثبت أنه مقصر في هذا المجال؟ باعتقادي أن ليس كل الإطار اليوم هو ضد يعني وجود العيداني على رأس السلطة في محافظة البصرة. الحقيقة وكما يعني أنتجت الانتخابات المحلية الأخيرة، يعني هنالك قسم من قوى الإطار التنسيقي قد انقلب على وجود أسعد العيداني على منصب المحافظ في مدينة البصرة أو في محافظة البصرة. هنالك أيضا بالمقابل جهات سياسية مثل تحالف نوري المالكي وكذلك بدر وقسم أيضا من الميليشيات التابعة للإطار التنسيقي تدعم وجود العيداني في السلطة، وبالتأكيد يعني دعمهم المستمر لبقاء العيداني في السلطة له أسباب تتعلق بوجود مصالح اقتصادية مشتركة تربط هذه الأحزاب بوجود العيداني في منصب المحافظ. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.